أول مرة في الأردن عرض فوزي موزي وتوتي مع المندلينا بتاريخ 8/7/2016 في قصر الثقافي عمان. للحجز والاستفسار يمكنكم الاتصال على أرقام التليفون التالي أو دخول الموقع سجلني، وإحنا بانتظاركم. بابي صباح الخير. صباح النور. يلا لازم نروح على الحضانة. إسا؟ لازم نروح على الحضانة إسا. طب استنى أجهز حالي. طيب يلا عم استنى. طيب استنى شوي. جاهزة؟ يلا أنا جاهزة. صباح الخير مندلينا. توتي؟ شو؟ هيك أنت جاهزة؟ آه. بنفعش نروح على الحضانة شعراتنا منبشات. ليش؟ لأنه بعدين هيك بناكل بالحضانة والأكل بيجي على كل شعراتنا. عن جد؟ آه. بدي شو أسوي شعراتي؟ توتي؟ شو؟ بنفعش، لازم نروح رابطين شعراتنا بعدين بتوسخوا. جد؟ آه. يعني بتوسخوا؟ آه بتوسخوا. إيه. طب بدي شو؟ طيب أمسك لك شعرة صغيرة مش كبيرة وبتكون كتيرة 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 حلوة. عن جد؟ آه. طيب يلا تعالي سوي شعراتي. يلا سوي شعراتي مندلينا. يلا تبدأ أعمل لك شعراتك. يلا بس مندلينا أنا بحب بونت يضل في عندي غرة. خد يا أمسك الغرة تبعتك. هاي أمسكهن أحلى. هاي حتى هيك أرفق. أمسكي لي كمان دول كمان. توتي ومندلينا. نعم. شو عم تعملوا؟ عم بظبط شعرات توتي. شعرات. يلا باي. باي فازي ماتي. زين هيك ونطور هيك. زبطين منيح مندلينا. هاتي بكلي. توتي. نعم. شو عم تسوي لك مندلينا؟ عم بتزبط لي شعراتي. جد؟ يلا باي. حلا شعراتك توتي. يلا الشيء الثاني كمان بحب مع غرة. طيب مع غرة. طيب هاي سوي لي اياها. بالضبطي لي اياها زي الشيء الثاني. مش يخرب ويكون هيك متساويات. مدورة هي حلا الثاني. قدها بالضبط. حلا توتي ومندلينا. شوف زي ما زي ليه زبطتك شعراتك توتي؟ ايه عشان بدي اروح على الحضانة زبطت لي شعراتي. مندلينا؟ توتي؟ شو؟ اليوم فيش حضانة. شو؟ اليوم في عطلة. عطلة؟ رسمية. رسمية؟ مسكر الحضانة. لا. طب خلص توتي. يلا شو؟ توتي خلص مش مهم. شو؟ باخدك تلعب انا وياك بالالعاب. العاب؟ اه. عالطلعة والنازلة. طالعة يا نازلة. نازلة يا طالعة. يلا. طالعة يا نازلة. انت كمان بتحبوا تعملوا شعراتكم زي توتي؟ زي توتي. اطلبوا من الماما والبابا يعملوا لكم شعراتكم هيك ملولبات زي توتي ويصوروكم ويبعثوا لنا اياها على صفحة فوزي موزي وتوتي بالفيسبوك او على البريد الالكتروني اللي هون، واحنا رح نبث كل الصور الحلوين تبعونكم على قناة فوزي موزي وتوتي باليوتيوب. الى اللقاء. مندلينا يابا انت من اشطر كتير. شاطرة حلاقة. شاطرة ماهرة. ماهرة عن جد شاطرة. شكرا.